فقط سيد الدبس يعني من يقف وراء مثل هاني اعطيتكم اليوم حقائق سمعتوها ووضحت لكم بكل صراحه. انا نتمنى ان شاء الله نتمنى يسمع النداء نتاعي يخرج بشرف ويحافظ على الكرامه نتاعو. انا عطيتكم الامثله نتاع عبد الحميد مهري نتاع محمد شريف بالسعديه نتاع بن حموده اللي خرجوا بكرم شرف الكرامه نتاعهم. نفس الشيء نطلبوا منه باش ما نبقاش في هذه الحلقه العدليه ما تشرفش البلاد.